أيها العربي الفصيح، حوار تاريخي خيالي جديد سنمثله أنا وأنت، وكالعادة أنا أزرق وأنت أحمر، اتفقنا؟ فلنبدأ. سلام على من لا ينساهم خاطري، وإن غابوا عن العين فالقلب مأواهم. لازلت متملقا وماكرا في الخداع كما عهدتك، وأنت لا زال يعيبك الكبرياء والعتو والغطرسة. ويحك، كلفت نفسك مشقة المجيء إلي حتى نتنابز كالصبيان. من المؤسف حقا أنك تراني بهذه الطريقة. كويس اللي أنت قلت، فلتثبت عكس ذلك إذن، ولتنبئني بسبب قدومك واخلص عشان مش فاضي. جئتك بعرض. ولا يلزمني العرض بتاعك، بس قول يلا. من باب إحسان الظن أحسب أنك ستقول خيرا. يقال أن عدو عدوك هو صديق لك. أخشى أنني سأرفض طلب صداقتك وأعمل لك بلوك. لا كمان. لا لا لا، لست أطلب صداقتك، فأنا بالكاد أستطيع أن أقف بقربك لمدة ساعة متواصلة. تغلط ولا إيه؟ وأعتقد أنك تبادل. نعم، أبادلك نفس الشعور. ما دمت تعي هذا، فلما لا تقل ما لديك وتخلصنا بقى؟ ما قولك لو وضعت يدك بيدي وتحالفنا ضد عدونا المشترك؟ أولا أنا لا أضع يدي في يد النساء، ثانيا أفضل أن أضع يدي فوق نار ذات لهب لتشوى على أن أضعها بيد ملطخة بدماء المسلمين. أي ضغائن؟ فجنودك لن يصمدوا أمام جيشك. تبتحلم. لدي رجال يحبون الموت كحبكم للحياة. سترسلهم لحتفهم إذن. حتفهم؟ ده انت متحلم. هم مؤمنون بأنهم لو انتصروا فذاك نصر الله، ولو خسروا أو قتلوا فشهداء عند ربهم يرزقون. رأيت جنودك في ميدان المعركة مرة. ولا يلزمنا كلامك. أعجبني قتالهم. أتراك تملأ عقولهم بهذه الخزعبلات؟ هتغلط ولا إيه؟ أسألة. خسئت. ويل للسان ختم الله على قلب صاحبه. سنظفر بهذه الحرب بحول ربنا، ولي بعدها موعد معك تالله لن أخلفه. أغرب عن وجهي قبل أن يطال سيف رقبتك. أغرب الآن، لا أحب أن أرى وجهك.